رحنا هدارنا داكشي هذا وعارفين ورحنا اربع سنين وانا كنعاني ولا ديرها من يوحنا الزنقه ولا حتى راه مسكنهم ما غتقولش لي انت زير حي غندير شي حاجه ماشي هي هذه دير لي الشعب حتى انا راه ماطي بحالي بحالك ربع سنين عباد الله ربع سنين وحنا مخلصين القاعديه ونيا وتنتسناو وما كاين حتى شي حاجه شي مسؤول يهضر معانا ولا يواجبنا ما كاينش والو احنا فين ما جينا تيجريو علينا بحال احنا حشاره ماشي بنادم فين ما جينا اي باب دقينا عليه ما كاين حتى شي معلومه ما كاينه ما فهمناش اش غنديروا واش نتاحروا ولا نشعلوا فينا العافيه ولا ما فهمتش انا المشكل. الاخوان الخطوات النضاليه غنقرروا ان شاء الله هذا المساء هذا يا اما العوده لهنا الاسبوع المقبل يا اما اختيار مناطق اخرى سواء وزاره الاسكان او مناطق اخرى او مؤسسات اخرى اللي تتشوفوا انتم مناسبه. وسنستمر في النضال حتى تحقيق المطالب وسنكشف عوره كل من ساهم في تشريد هذه الاسر وخداو الاراضي وهاد لوبيات العقار اللي استطاعت انها تشرد المئات والالاف ديال الاسر داخل مدينه الرباط وخارج مدينه الرباط وسنستمر وتحيه نضاليه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.